الوايد والنجره ويا الدندره روح انا كذي طبع كذي احب السيطره خليتي موقفي شايد اعنب وغيرك من مره ويه انا صريحه وما اثنيها واطقها اشكره امولتي حبوبتي بس اسمعيني ما بي اسمعك يمو هذيلا ضيوف يا معوده لا تفشليني ما خليك قولتي حبوبتي بس فهميني ما بي أفهمك عملي معروف الله يخليك لا تفضحيني يلا يلا قولتي حبوبتي بس سمعيني ما بي أسمعك يمو هذيلا ضيوف يا معودة لا تفشليني ما خليك قولتي حبوبتي بس فهميني ما بي أفهمك عملي معروف الله يخليك لا تفضحيني يلا يلا البيت بيتي وانا حرة حرة واللي ما يعجبه يطلع برا طولي بالك يا معودة ليش محترة خلصني خلصني شوف البحر لا لا تنرفزني ترى ازعل بل 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 تقول فلفل خلصني خلصني شوف البحر لا لا تنرفزني ترى ازعل بل 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 تقول فلفل شربي سلامتك ألف سلامة يلا شربي بس خلاص ألف الحمد لله على سلامتك يا معودة ما كل الخير شفت أخوك النذل لا تقولي لعن أخوك شيء لا ما كل أصدق حلجي كانت كذي بس أخوك النذل ينقذ بنته ويخليني أخوك النذل وبعدين يعني الله يهداك أنت بس أنت يا معودة إحنا عمد أنا لازم حمد. شنو بعد؟ حمد جان العين أنا ببطن حوت جان ببطن حوت يقرم فيني يا الحوت الله يهداك الحوت يتراوالي يصوم سنة عقب ما ياكل حمد بعد أمي ضايق خلقك علي أي ضايق خلقي عليك إحنا لازم نحط حد حق هالموضوع هذا عاد يلا عاد يا أمل حمد أي موضوع؟ أي موضوع؟ موضوع العيال شاب هذا على بالك حمد أنا على بالي موضوع مساعدة ومنيرة بس حمد أنا صدقني أنا مالي شغل البنية فلتت من إيدي والله فلتت من إيدي أنا مالي شغل حمد أنت عند كل العيال يعني كل الموت أنت ما تفكر بالعيال بدل عين حمد حمد شو السالفة حمد تبي تعرفين السالفة؟ السالفة يبقى انك انتي ما تحبين تشوفين احد عنده عيال
انت من شفتي هذيل عندهم عيال احتريتها منهم بغيت تغرقين الصغيره. حرام عليك احمد، لا تقول هالحكي هذا. قلت لك انا صدقني والله مو ذنبي، انا ناوي اسبحها بس هي سلكت من ايدي. حمد حرام عليك، انا عمري ما اذيت احد، هدور اذي ياهل طفله، وانا اللي اتشوق على الاطفال. ليش كذي يا حمد؟ ليش كذي تقول عني يا حمد؟ ليش؟ تعال وتعال ركضه وتعال، يخرعني بالتليفون ما ادري صار فيه، تقول حاس انه فيه بلوه وينه فيه ما ادري صار. طيب ورانا اشغال احنا، هذا حمد فاضي. الو بل وش اللي جاب هذي هني؟ شلون احاكي هالنسره هذي الحين؟ حول الله. ايش سالفه؟ بروح برا. بروح تروحين برا؟ لا يما تعالي، ايش حقك تروحين؟ بخليك تروحين كذي يعني معصبه، ايش فيك؟ بروح الحديقه. حديقه؟ اي شاكو بالحديقه. يا شياطين توني ما هي اللي تشوي زقوله بتحجوا. لا لا عليك تفضل. حياك الله يا ابي. شكرا. نقول ميداني يا ماما هذا محمد ابد 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 شوي لحم قاعده برا. والله بدت شويه حلوه يا اميره. ثانكس. بس اعتقد اللبس هذا ما يلبس هني، البيت فيه ريال غريب، لازم تتحشمين وتسترين، تلبسين شيء طويل مو كذي. قعدت لي اللبس هذا يلبس بامريكا. ايش في لبس بالعكس؟ محتشم ما في شيء؟ هذا محتشم؟ لبسك هذا تلبسينه بمكان خاص يخصك انت، مو برا قدام اللي يسوى واللي ما يسوى. احنا في بيتنا وين قاعدين؟ يعني مكان خاص؟ لا حبيبتي، المكان الخاص يعني بغرفتك النوم، شيء يخصك. مو برا قعدت لي هني، يعني شلون بالله؟ لابست لي برمودة وحطت لي الربطة على الراس وماشي مسوية، وين قاعدة انتي؟ طيب طيب الحين ممكن اعرف ان خير صار؟ لو سمحتي قومي بدلي هدومك قومي. امل امل امولة امولة حبيبتي ترى خوش لحن لا يطوفك. هات صباح الخير. صباح النور. صباح الخير يا الزين، ايش هالسنة؟ ايه هذا سنعنا، هذا لبسنا. يعني انت الحين راضيه؟ انا راضيه وبس، الا ممنونه بعد. ماما ماما ايوه زين، روحي نادي بابا حمد من السكه. بابا را وين راح؟ را شغل تريق بابا. ايه ما مو ساعد كليترا. ايه زين خلاص يلا تعالي يلا امشي. شفت الريايين؟ تريهقوا وراحوا عنه وخلونا. ويها نار مثل المرمر، صيبه ما ادري شو تحط له، صاير مثل الزبده. ابو المنيره ودي اسالك سؤال. ابي اعرف شنو نوع الماركه اللي تحطينها على وجهك القاج؟ هو ايش فيك؟ انا ما قلت شيء، ليش مستحيه؟ جاوبيني. احط كريم ماسك. كريم ماسك؟ يعني هو اسمه كذي؟ اسمه كريم ماسك؟ لا لا اخوي لا لا، خليك بعيد عني، انا ريال مثل ما يقولون ريال فري، يعني ما عندي مره تقضبني بالبيت لا تخليني لا اطلع ولا رد، على مزاجي على كيفي. لكن انتوا المساكين اللي كاسرين خاطري، مكلبكين من ايدينكم ومن ريولكم يا المساكين، ماكو فكه. لا اشتعواد ولا هالدرجة الله يهديك. اشتغل ريال فري بعد؟ فري نعم ريال فري، ولا عندي عقد ولا عندي قيود ولا عندي اي شيء كلش، وريال احب البحر واحب الحداق. حتى انا بشو بس انتو؟ حتى انا بعد ريال فري، فري واحب البحر واحب الحداق وبروح معاكم. شنو؟
حمد يروح ويانا الحداق؟ انت بصدق بتروح ويانا؟ ايه يا ليش ما اروح؟ يعني بس انتوا تروحون؟ بروح يا اخي، خلنا عيد امدادي السابق يا اخي. يا رجل خلها على الله، ما تذكر ايام انت؟ ما تذكر ايام مراهقة؟ يا حلات ايام مراهقة، الغترة على الكتف وتوك مسشور، صار لك ساعة قاعد وانت قاعد تسشور. الله تطلع برا ولا رطوبة شوي ولا شعرك سيم معين؟ خل هذا كله يزينها من ايام لما تروح. بعد يومين تيك تقول لك الله يخليك عطني سوري، خلاص ما ابيك، بقطع العلاقة. الله ايام ايام. تقول لي انت الله يهداك راحت بحري، ايش فيها؟ انا طالع طالع وياكم، لا مالي شغل، انا ماني خايف من امل، انا بطلع. وبيها أمل ما منيرة ويرها تحترب كلها. أوكي أجيت. تعال. وين ماما أمل؟ ماما عند منيرة. عند منيرة؟ ايه. لا ايه. عند منيرة؟ ايه. شو عليها مطيحين؟ تهكون. لا ها؟ كلمون. قصري صوتك شوي شوي. شنو شنو؟ تهكون كلمون. يضحكون يكلمون؟ هم العادة شنو طرمانهم؟ هم يعني مع بعض كلهم مع بعض؟ ايه يضحكون يتكلمون؟ ايه بابا. يسولفون؟ ايه. مع بعضهم؟ ايه. سويتي غدا ولا ما سويتي؟ ايه سوينا. زين شنو سوينا؟ سويتي غدا ولا لا؟ ايه سويت بابا. اه سويت غدا. شنو سويت اليوم؟ سويت اكل زين؟ ايه. شغل عدل؟ ايه. هذا مرق فيه هذا؟ ايه ايه لحم مرق فيه. لحم مرق؟ ايه. مو مرق لحم. ليش جيت؟ زين جيت حبيبتي الله يخليك، جلدي جلدي سوي هذا اللي حطي لي الغدا وبعدين قولي حق ماما تجي، اوكي؟ انت. اوكي. زين. اوكي بابا. زين. ويه بارد. لازم يكون بارد هذا ماسك. لا. هو كنا ريحة روب. لا هذا نفس ريحة الروب. لا كنا فلسطيني شوي شوي شوي. شو الناس يحطون؟ لازم كذي منيرة. هو كنا تسبحتيني. ما يصير اكل من منيرة. لا منيرة. ما يصير ما يصير يا امل. منيرة كنا في فلفل ريحته في فلفل. لا هذا نفس ريحة الفلفل. لا بس ادري واحسن من الصالونات. هتشوفين وجهك بخجل بخجل الصبح، تشوفين النتيجة أحلى نتيجة. وتسألين وجه الحريم وين هالماسك؟ بيقولوا لك قبل عند منورة. كم تسبحتيني منيرة؟ خلاص حطي بقى، ما قاش حطي بخشمي. انت تشتغلين بخبات؟ ايش رايك؟ مو تحسيني براحة؟ والله كفختيني سوطرتيني لما قلتي بس. سلام بعد متاحة؟ ايه كذي شيء العدل. أمل أملو وين راحت هذه؟ تأخرت. جيت شوف ماما أمل، قولي ماما أمل تعالي هني. يلا شوف هاد يا بسم الله. شو القرن بيطة اللي دشت عليها؟ شنو شنو ليش مسوي كذي؟ شنو مسوي بنفسك بعد؟ شنو شنو ايش تبين تقولين؟ ما اقدر اتكلح. شنو اتكلفح؟ شنو
تتكلم؟ ما تقدرين تتكلمين؟ ها؟ شنو؟ خش 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 خش. ليش ليه ما تقدرين؟ ليش ما تقدرين تتكلمين؟ علشان الماسك ما يشرب. علشان شنو يابا؟ ايش قاعد تقول انت؟ تحت شيء. علشان الماسك ما يخترب. علشان الماسك ما يخترب. ما تقدرين تتكلمين؟ وبالله منو قال لك تحطين ماسك؟ منو قال لك تحطين ماسك؟ ليش خوفتيني؟ ليش؟ لا هاي كذي نيلة. نعم بواسي تشوفها. خلي بالك عليها زين. اوكي. حطي بالك عليها مو تسهين عنها. لا ان شاء الله. يلا باي باي. باي. جيت. نعم بابا. كم ريس جيت؟ وين بابا؟ بابا داخل. ايه مع ماما. ايه زين. خذ الشنطة ودي السيارة. انزين سيارة ماما ولا سيارة بابا؟ لا مو ماما هذا. ماما كلها جنجال مشكل. ودي سيارة بابا. سيارة بابا. انزين حمد ايش رايك؟ تمام حلو. ليش تطنز؟ مو قاعد اطنز يا بنت الحلال. شنو الحين انا قاعد احاجك تطنز علي؟ انا ادري عنك شايتني الله يهداك انك عرضت ازياء. حمد ايش رايك؟ شنو كذي عاد؟ حمد ايش رايك؟ احلى. حلو يبا حلو حلو. ما ايش تبي بعد اكثر من كذي؟ شنو اللي هو حلو؟ انت تدري عن شنو انا اتحكى؟ ولا قاعد تستهين فيني بس كذا على كيفك؟ ايش فيك؟ شنو بالله انا طوفه واقفه قدامك؟ انا قلت طوفه؟ يا جماعه انا قلت طوفه؟ انا جبت طاري الطوفه، انا تحكيت وقلت طوفه، انت منين تالفين الحكي تبع؟ الا بتسوين هوشه وبس انت؟ ما ادري عنك. انا الحين هالجبس اللي مساعة حاطته على وجهي والله من علشانه. يا بنت الحلال ايش دراني من علشانه انا؟ ايش دراك؟ ما تدري انت غشم ولا تسوي نفسك غشيم؟ ما ادري عنك. يا الله يا الله عليك. وبعدين يعني لازم يا مساعد. يا 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 دقيقه بس دقيقه. اوكي درنك صوتي الازرق. وين رايح؟ بروح البحر. شنو؟ بروح البحر. شو على كيفك هو؟ لا بس ابي ترنك. انا حاجيك على كيفك تطلع بدون استئذان؟ ابي ترنك صوتي الازرق. يعني بالله انا شنو هني؟ شنو كرفايه محطوطه عندك؟ يا بنت الحلال كبت موجود عندك بالدار. ما تقول لي بتروح. ما تقول لي بتطلع. على مزاجك هو تطلع. بروح البحر يا بنت الحلال. ومن امتى عيوني قمت تروح البحر؟ اشوفك الحين حبيت البحر الحين. لا عيوني لا تقول لي مساعد ما مساعد. انا ما يمشي عندي مساعد وغير مساعد. يعني اذا بروح البحر لازم اكتب لك كتاب انا اللي بروح البحر؟ كيفك لازم تقول لي؟ يابا بجيب لك سمك. والله جيب لي سمك. شايفنا الحين ما في سمك بالديره كلش؟ ما في سمك بالسوق عشان انت حضرتك تروح تجيب لي سمك وتدمرني سفره بالبيت، مو انا ناقصه ريحتك عشان تجيب لي سفره بعد. انا ريحتي؟ شيها؟ بالعكس حبيبتي انت لا تسوين كذي الله يهداك. حمد قلت لك ماكو طلعه يعني ماكو طلعه. اي بنت سمك. ما ابي سمك. ربيان. ما ابي. قباقب. بعدين. اشوه. اشوه اللي مساعد راح يمعود، لا يسمع الزفه اللي نزفيتها هذه اللي تسوى عمري. الله يسامحك. مساعد هيه. عسى ما سمعت شيء بس. لا سلامتك صار شيء؟ اشوه لا ما سمعت شيء يعني. لا عسى ما شر عسى ما صار بينك وبين شيء بس. لا ماكو شيء بس انا شوي تعبت حسيت شيء فجأة. ما راح اقدر اروح يا اخوي. روح انت بروحك خلاص. لا انا فجأة كذي حسيت بعوار ما ادري. حسيت اذني تعورني. يا ما حسيت اللحمية شوي زادت علي. والله فعشان كذي ما اقدر اروح. روح انت يا محمد. لا 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 سلامتك. لا لازم ترتاح وتنام وتريح. ها ايه. لا ما تشوف شر خلاص. روح انت توكل على الله. ايه. وبعدين يصير خير معك. حاضر. ايه
اي لا بعدين تعال يعني صدق بعد والله احنا بعد والله العظيم ما ادري شو صاير قايلين احنا ليش ايش لك بالاذيه الحين نروح البحر وعفس ورطوبه وصفره ها وربيان وما ادري شنو ريحه ها ايش لنا بالاذيه هذه نروح نشتري السمك من السوق احسن لنا وتقول لي ما سمعت بعد عن اذنك اوكي والله ودي اي وياك بس تخلي هذه حمد ما قلت لي ايش رايك في وجهي امل ما قلتي لي ايش رايك لو تكرميني بسكوتك اللي انا اتمناه من زمان ذبحتيني عاد كله صك علي كله صك علي عن اخوي راح البحر ايش بيقول عني الحين انا عبالي ما اسمع الحكي اثري سامع كل شيء وعرف كل شيء يا القهر حمد ما قلت لي ايش رايك في وجهي ساعد انا سلم تعال 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 وينه كلبشو يا ما رده كلبشو ماك فايده ماك فايده الحين حريم ماك فايده اكل قاعد البيت قاعد البيت يا معود طول بالك عليه صبر شوي شوي هاي صبر يا بينا طال من صبره ايش بليش كبرى منتفق على فاضتي المهم انك جاهز انت الحين انا جاهز وين غاضك موجودين ترى طراد اوكي ترى مضبوط نعم بس اذا تطلع وياي كذي رد بيتكم احسن اخوي ليش بس بحر كذي الله يحرس الله يديك لا العده هيك هاي موجوده وياي زي كل شيء تمام لا بس اقول قلت لك طردنا ما ننطر يعني ما ننطر طيب باي ان شاء الله يلا 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 شغل شغل يلا نزل نزل يلا يلا امشي امشي يلا يلا انا ارفع اطلع من هناك وين عشان هذا الرمان يلا 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 هلا بدريه هلا والله شلونك؟ الحمد لله تأخرت عليك ها؟ لا 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 عادي ما فيها شيء شلون يا هال؟ وش فيك؟ تعالي وخري عني ترينك النص خلاص قالك انا هو ايش في وجهك؟ بدرو عاد على القشمر البايخة هو مو قاعد تقشمر وجهك كله نفر ايش فيه؟ شنو هو؟ قومي قومي تعالي قومي وحياي من نار من نور سويت كذي بوجهي من نور والله ما خليك شاب النور ما خليك ما خليك النار ولا العار يا من نور الى الثار يا معود اخذ اخذ هالصوب اخذ هالصوب يبا بحرنا هذا مو مثل بحر الولايه اللي انت فيها ترى تصرقعت انا لا تخاف يبا لا تخاف حرامك انت يا قاعد صدر انا ما خاف الله يهديك ذمتك الحين مو متحسف حميد خله قاعد عند مرته خله قاعد مرته خد فيده يلا عيد يستاهل ولا حيطوف الرحله الحلوه الجميله هذه جو بديع ومهمس لي على كل المواضيع احمد كذي بعد ماكو تقضب تقضب عدي تقضب قاضب يبا قاضب يا بدرو يا بدرو بموت من القهر بموت من القهر بموت من القهر سكت الباب بوي سكت الباب بوي ما لحقت عليه اخ لو لحقت عليها كان نتفتها بضروسي كان طلعت حرت وجهي هذا كله فيها بدرو شفتي شو مسوي فيني يا بدرو ايش مسوي فيك قصت علي قلت لها شو مسوي انت باي كان تقول وجهي انا احط لمه بس قلت لها حطي لي شفتي ايش سوت فيني هذا ماسكه بدرو لا 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 ما اخليها اقول لك ما اخليها امشي 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 بدرو عافيه امشي بدرو عافيه انا بنت خالتك بدرو ماما منيره ماما منيرة تليفون أكيد تليفون؟ إيه ماما تليفون عشاني؟ إيه جيتها؟ أنت معاها متفقة بسوي لي خطة ها؟ يلا بخليك سكت الباب افشلت الخطة يا مدرو
ايش قلتي حبيبتي؟ دادي. الله يا حلاوة الكلمة هذه، قوليها مرة ثانية. الله بعد طوايفي والله حبيبتي، سألونا عفية علشان خاطر عمو، مرة ثانية قوليها. دادي يا سلام، يا حلاوة الكلمة، يا حلاوة الكلمة حبيبتي شاطرة شاطرة. دادي الله يا حلاوة الكلمة هذه، قوليها مرة ثانية. الله بعد طوايفي والله حبيبتي، سألونا عفية علشان خاطر عمو، مرة ثانية قوليها. دادي يا سلام. ما تصحي انت على وجهك، صدق جلي الحياه، عبالك كل البنات نفس الشيء؟ يلا يلا عاد يلا عاد ادرفنا احنا لابسك بالجوتي الحين يلا. تبغي من الرقم هذا؟ شنو؟ نتسلى شويه ويا بعض. شو يسوي شو يسوي؟ نتسلى ويا بعض. نتسلى؟ اي ما يخالف. عطني انا راويك احنا شلون انا اتسلى وياك. انا اتسلى وياك، انت ما تصحي على وجهك، ما تصحي. الو نعم. ها امل، هلا، وينك في انتي؟ حمد، حمد الحق علي يا حمد، انا محاصره. شنو محاصره؟ وين في عاد؟ مخفر؟ اي مخفر؟ زي خلاص خلاص خلاص، يلا كاني جاي انا، انا لله وانا اليه راجعون، خلاص يلا كاني جاي. اي اوكي يلا يلا. لا عموله شوفي خليك قويه عاد، يلا لا تقعد تبشبشين، يلا كاني جاي. يا حمد زوجتك طاقه الريال وباطل راسه، طعش مسويه فيك. يستاهل جليل الحياه قليل الادب، انت لو شايفه شو كان قلت ان هذا يستاهل الذب مو يستاهل بس بطه يبا الله. يبا شوي 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 شوي، شنو هذا؟ فوضى رايحت لي بالطقين الريال وقدامي بعد؟ لا والله خوش، ما في قانون ما في شرطه، احنا شنو شنو خلنا قاعدين هني؟ اخ حمد زوجتك لازم تكتب تعهد وقدامك وبحضورك. ليش تعهد؟ قطوها بالنظاره وايد احسن. والله بهمتها تقطوني بالنظاره، وبعدين ليش اخذ تاخذون علي انا تعهد عيوني بدل لا تاخذون على هذا تاخذون علي انا؟ انت عالجتي الخطا بخطا اكبر منه. فرضا مات الرجال، شو يكون مصيرك؟ بتقولين الحق معاي؟ اي الحق معاي على الشارع عيد. محتاجة حق إنسان يقف معاك ويطلع لي بقلبك، صح؟ وأنا بسمعك، يلا قولي لي طلع لي بقلبك. وينك يبا؟ صالك ست أشهر وتقص علي، وين فلوسي؟ وراسي يلا شهرين بعتك إياهم. أي شهرين؟ تقول ساكن بجنوب الشوق وساكن هني؟ ها؟ صدقني بعتك إياهم، تصير أناني خلاص بعتك. ما في أناني ما أناني، الحين واضح قدام الله خمسة. يلا فضحت قدام الجيران، عيب. ما يمشي هذا الكلام عندي، طلع الفلوس. وراسك بعتك إياهم. ما في، عطني راسي الكريه، امشي بعتك سيارة. يلا امشي سيارتك قدامي يلا.
மார்துவிலி பாயிப் பாட்டாத்தில் வள்ளங்களி பம்பா நதி திரைக்கு ஆர்த்துவிலி காரிச்சல் சுண்டனும் ஆனாரி சுண்டனும் காவாரம் சுண்டனும் போர்விழியில் ஆவலிய திவாஞ்சியும் முன்னிறையில் خير هلا مساء الخير مساء الخير يا مرحبا شلونكم؟ تبدو قاعدة خوش فيلم شنو؟ وين رايحين؟ بروح الطبيب سلامات طبيب ايش حقه؟ ضرسي يعورني تعبانة اي تعبانة شوية حساب والله عاد خوش فيلم هذا ها؟ روعة يهبل كله شب لا نشوفه مرة ثانية لا اي مرة ثانية يلا ما تشوفه شلون بسرعة بسرعة وديها معه لا لا بوديها مع السلامة سلامات سلامات منيرة معقول عاد؟ أقص إيدي منك من شحمة إذني أقصها إذا هم رايحين الطبيب كشخة منيرة مو كشخة الطبيب علينا؟ أنت قلت لي أنا اسمه حمد؟ إيه أبو حمد ليش تعرفه؟ يا شون شون ما أعرفه؟ على فكرة أول شيء هو متزوج بنت عمي والشيء الثاني لا تبحلق عيونك الشيء الثاني إنه هو رفيجي من سنين طويلة ومعاي بالشركة فهمني بحلق عينك شيء حقه فهمني مرت حمد تصير بنت عمك؟ اي مرت حمد تصير بنت عمك فيك شو سالفة؟ سالم سالم يوز من سوالفك يا عبد الله ايش سالفة؟ لحظة لحظة شوي مساعد مساعد انا عندك شوي ها؟ اي تفضل هلا ايوه شلونك؟ تمام؟ هلا اهلا وسهلا هلا هلا السلام عليك يا هلا مرحبا كيف حالك؟ طبعا ما تعرفون بعض لا والله ما اعرف اوكي نقيب عبد الله سلطان اهلا وسهلا فيك فرصه سعيده طبعا ما تعرفه اعرفك عليه بعد منو الاخ مساعد الله هو اخو حمد اخو حمد اي ايش تقصد بالكلمه هذه لا يبا ما اقصد شيء على فكره طبعا انت ما عرفته تذكر مرت حمد لما تولت الريال ودخلت المستشفى دشت المخفر جت عند الاستاذ النقيب عبد الله وانقذها ادري نعم نعم واللي يرحم والديك وانا ريال جاي بزوجته بتعشى ما بسد نفسي يعني يعطيكم العافيه عليكم تفضل تفضل استريحوا استريحوا سالم شفته من جبت له طاري المره مرت حمد من يجيب له طاريه خلاص تكهرب تكهرب هذا تشيك بس هذا غير طبعا غير يا اخي اكيد غير يبا هذا سوبر ديلوكس سوبر ديلوكس اوكي بس الذاك ابو ربع ابو طقه حمد تعال انت اي ابو ربع الا ابو 150 كتيعة ما بقى الواحد يحس بهدوء كتيعة أسبوعين لجة دوخة من هاليائل واي حمد صدق ايش كثر احس بسعادة وهدوء لما اقعد معاك ادري ايش تقول ما قلت كذي الا تصرفاتك اكثر من كذي ايش تبيني اسوي لك اكثر من كذي ما تفهمني ايش تبيني اسوي لك لبس ولبست لك تسنع وتسنعت لك تعطر وتعطرت لك جور ما انت سويت لك اكثر من كذي ايش اسوي لك ما تحس انت ما عندك احساس شنو بالله طافه شنو صنم اللي قدامك اوف قطيعه حس فيني على الاقل والله انت اللي حس فيني عاد مو انا انت اللي حس فيني حس فيني شويه ابي اطلع برا ابي استانس
ابي اشوف الدنيا، ابي اطلع برا يا جماعه، ما يصير. اما اللي ذبحتيني عاد يا والله بطيت شبتي ببلعتي هذا، بطلع بشوف الدنيا، بشوف الناس، بشوف الشارع، العالم يا ناس. نمتي؟ لا ما نمت. والله ساعة 12:30. إيه ليش؟ جينا تأخرنا. عادي. تعالي نفتح وياك. لا ليش ما أخذت أنت؟ لا. ايه كون رد البيت نشوفهم نايمين. امبيه مو وقته، مو وقته. يلا يبا يلا هو مسك 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 لحظة قبل لحظة قبل. حمد نايم انت؟ نايم. حمد قم نام داخل. ما ابي انام هني. لا حمد قم نام داخل الحين، مساعد ومرته يشوفونك هني. شو يقولون؟ ما عندك غرفة نوم؟ تنام بالصالة حق الحكي والقيل والقال؟ قم بعد عمري قوم. يلا عمري قوم. وحين شو نسوي بالله؟ خلنا ننام بفندق. شو الحكي؟ ننام بفندق هواي هدي، شو الحكي بالله؟ شو نسوي؟ ننام بالسكة؟ آخ. ماما ايش تبي؟ عند الباب ناس جاية ماما. زين كسري صوتك، ليش تصرخين؟ بابا نايم لا تصرخين. افيت الباب ماما؟ لا لا تفتشين الباب، هذول حرامي وحرامي. حرامي ماما؟ ايه انا خافه ما يقوم برا. ايه بس لا تخافين، تعال لا تخافين. روحي نامي زين، لا تفتحين الباب زين؟ زين يلا روحي روحي. حرامي ماما ايه روحي نامي، روحي نامي على طول تلحفي. جد جد تعالي مو تبكي الباب. زين انا ما يروح برا ماما. ايه يلا روحي روحي نامي. ميرا ساعديني. آه.
الشرطة. انزل اخوي حسن. حاضر يا ابو حاضر، على امرك. دقيقة واحدة بس، دقيقة. الحين انزل لك. حاضر. النور قضوي. عدال يا ابو عدال. دقيقة لو سمحت. عدال. الهوية لو سمحت. الهوية؟ اي اعطيني شو البلطة. والله الحبيب الظاهر ان الهوية داخل البيت. شنو الصوت هذا امل؟ ماكو شيء. صوته ماكو صوت. ما ادري ترى والي قاعد اسمع صوت غريب انا. لا 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 ماكو شيء. ارفع عليك. نام انت بس. نام نام نام. مساعد ومنيرة ما يو؟ ها؟ مساعد ومنيرة. ما ادري عنهم. كم ساعة؟ كنا تأخروا. خلنا نروح نشوف. تعال وين رايح؟ نام. خلنا نشوف. يا حمد تعال. الحزه يعني زين. جيت ما سمعتهم من طول العمر. ايش تبي يعني؟ اقول لك المره نايمه تقول لي جيت سمعتهم. المره نايمه ايش فيك؟ طيب يمكن سامعتهم هي ما قالت لنا. يبا ما سمعت ما يا وقصبه هو الا يا. انت ايش عليك بالله؟ انت ايش دراك؟ انت ايش دراك انا ما سمعت؟ انا ادري. لا ما ادري. ما ادري. لحظه خلنا اسالها. جيت ايش تبي في البنيه نايمه؟ ايش عليك انت؟ هي جيت هو. وين هذه؟ جيت بابا. ها تلفون بابا. الو؟ هلا؟ ها؟ شنو؟ اوكي ان شاء الله. اي خمس دقائق وانا اكون ان شاء الله موجود. ان شاء الله اكون موجود. مع السلامه. القهر اخ. ايش فيك؟ مساعد ومنيره بالمخفر. لا اي والله. خلنا نروح البس ونحق عليهم. قولوا فعل زين. والله لا راويكم شلون الشغل. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك. هذا الحكي عندي ما يمشيش. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك. هذا الحكي عندي ما يمشيش. مو قاعد أكلك عليك أنا مصجية. اسم الله خرعتني. أمل حياتي يا حبي غالي ما ينتهيش عن الكلك. هذا الحكي عندي ما يمشيش. يبا متى عاد ومتى بتحترمني ومتى أنا رايلج؟ ترى دوختنا. أمل حياتي يا حب غالي ما ينتهيش عن الكلك. هذا الحكي عندي ما يمشيش. عاد انت ترى ذبحتيني متى بتحترميني؟ قاعد اقول لك انا رايلج. يلا شاهدين هذه حاله بالله. كذي احترمون كذي.